فيكم، معاكم أخوكم ثائر الصالح. بنحب نبارك لكم بحلول شهر رمضان المبارك وتقبل الله طاعتكم. اليوم كلامنا عن نجم الأردن موسى التعمري، علما أنه الموسم الرياضي في الدوري البلجيكي ضايله جولة وبينتهي. نادي لوفين احتل المركز الـ11 على الدوري البلجيكي. موسى التعمري يعني ما راح يلعب أي بطولة أوروبية الموسم القادم، علما أنه عقده مع نادي لوفين بينتهي بتاريخ 30/6/2023. يا ترى هل خطوة انتقال النجم الأردني موسى التعمري نادي لوفين كانت خطوة للوراء، ولا فعلا أضافت له هاي التجربة الكثير والكثير؟ علما أن نادي لوفين لو لعب معه نساء نادي برشلونة وهني حوامل حيغلبوا، ترى مش هذا النادي المفضل، مش هذا النادي اللي يلبي طموح موسى التعمري. بصراحة أنا من وجهة نظري أكبر خطأ ارتكبه موسى التعمري أنه انتقل لهيك نادي مش لهيك دوري. الدوري البلجيكي معروف له كشافين، ولكن بكتشفوا مواهب من نادي أندرلخ، من نادي كلوب بروج، بس مش من نادي لوفين. نادي لوفين اصلا ما حد بتطلع عليه، ولا نادي كشافي ولا لاعب. اعطوني لاعب طلع باوروبا احترف بنادي لوفين وكان اصله بيلعب نادي لوفين. فبالتالي انا من وجهة نظري انه موسى التعمري ارتكب خطأ كتير كبير بانه يترك نادي ابويل القبرصي، خاصة نادي ابويل كان كل سنة تقريبا بيشارك في دوري الابطال او بيشارك في الدوري الاوروبي. كان في احتكاك اوروبي لنجم الاردن موسى التعمري خلال فتراته مع نادي ابويل، فشفنا مباراته مع ريال مدريد، شفنا مباراته مع نادي اياكس، يا ترى بنادي لوفين شفنا له مباراة بهاي المستويات؟ شفنا له مباراة حقيقية مع نادي لوفين، مباراة يعني تحكي مع فريق كبير باوروبا او على مستوى اوروبا او فريق له سمعته باوروبا؟ طبعا لا. أنا شخصيا بتمنى أنه نادي لوفين يبيع نجم الأردن موسى التعمري لأي فريق أو لأي دوري، أو أنه إذا بيقدر موسى التعمري يفسخ عقده مع هيك فريق يكون أفضل، لأنه أثرت على مستواه كثير. ما شفنا موسى التعمري هذا اللاعب المؤثر حتى في المنتخب. لو نجي نتكلم عن إحصائيات نجم الأردن موسى التعمري مع نادي لوفين هذا الموسم، 31 مباراة، 24 مباراة منهم أساسي، سجل 3 أهداف، تمريرات حاسمة، تمريرة واحدة حاسمة، عنده 4 بطاقات صفراء وعنده بطاقة حمراء. حتى هاي الأرقام لا تليق بنجم الأردن موسى التعمري. وبالتالي أنا بتمنى من موسى التعمري إنه يلحق نفسه، إنه يطلع من هذا النادي، يشوف أي نادي بيشارك في الدوري الأوروبي أو في دوري الأبطال، حتى لو كان العائد المادي أقل من نادي لوفين، حتى لو كان الراتب أقل من نادي لوفين، ولكن انه يطلع من هيك نادي، لانه بوجوده بهيك نادي لا يمكن انه يتطور، لا يمكن انه يتحسن، لا يمكن انه يصير لاعب على مستوى دولي او انه يحقق احلامه باللعب في اندية اوروبا الكبيرة. في اخبار بتحكي انه ممكن انه ينتقل للسد او لنادي الغرافة او لنادي قطر القطري في الدوري القطري، وفي اخبار بتحكي انه ممكن ينتقل لنادي ايندهوفن الهولندي. وفعلا لو انتقل لنادي ايندهوفن الهولندي هذه بتكون ضربة معلم لموسى التعمري، راح تكون صفقة من العيار الثقيل، صفقة راح تضيف لموسى التعمري بشكل كتير كبير، وراح تضيف لمنتخبنا الوطني، خاصة انه الدوري الهولندي افضل من الدوري البلجيكي، في مواهب اكثر. الدوري الهولندي بيعتمد على السرعة، بيعتمد على الاجنحة بشكل كتير كبير، وبالتالي بروز لاعب مثل موسى التعمري في الدوري الهولندي حيكون أفضل إله من إنه يظل محترف في الدوري البلجيكي. وإنت عزيزي المتابع، شو رأيك بمستوى موسى التعمري؟ وهل أنت مقتنع بوجود موسى التعمري في نادي مثل لوفين؟ بتمنى إنك تجاوبنا بهذا الشيء بالتعليقات وتشاركنا برأيك. وهذه حلقة نقاشية عن موسى التعمري، ويعطيكم العافية، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة، ولا تفعلوا زر الجرس، تضغط لايك للفيديو، وسلام.